اقتحام لجبل الزاوي بتاريخ 6/10/2011، وإصابة وجرحى وقتل ودمار كامل في جبل الزاوي. في جبل الزاوي تدمير وحرق وضرب وقتل وجرحى من قبل الجيش والشبيحة في جبل الزاوي بتاريخ 6/9/2011. وحسبي الله ونعم الوكيل على هالنظام الطاغية، على إصلاحات بشار هو وشبيحة الأسد وإصابات بيت الأسد. هاي إصلاحاته وهاي الخدمات اللي قدمها للشعب الفقير، الشعب البريء اللي عم يطلع بيطلع بيطالب بالحرية في جبل الزاوي بتاريخ 6/10/2011. وحسبي الله ونعم الوكيل. حتى هذا خليوي لأحد الشباب، هذا خليوي لأحد الشباب وهي صاير شقف نتف أريانية. هاي نظام هذا الإصلاحات اللي وعدنا فيه، ومجلس الأمن والجامعة العربية والدول العربية كلها بيركي وما حد منها بيتحرك بالمرة، ونحن عم نموت ونتقتل. دول العالم كلها خاينة، نحن عم نموت ونتقتل وما حد عم يشعر فينا. وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل.